كابتن اسامه، يعني المركز ال 11 والمركز ال 15 طلع الجيش وفاركو، واعتقد الضغوطات اكتر على النهارده على فاركو والكابتن ايهاب جلال اللي جه في ظروف صعبه بيحاول يغير من طريقه لعب زي ما كان بيتكلم الكابتن محمد عمر النهارده. شايف الاثنين مديرين فنيين سواء الكابتن محمد يوسف او الكابتن ايهاب جلال النهارده يكون داخلين اللقاء بشكل عامل ازاي؟ التكتكس هيكون عامل ازاي؟ طبعا كابتن ايهاب جلال عنده طلع من ازمات متكرره ورا بعض، بدايه من تولي المهمه في منتخب مصر وبعدين تولي مهمه النادي المصري ودلوقتي نادي فاركو. لعب معاهم 3 ماتشات حقق نقطه واحده بس من تعادل مع نادي غزل المحله، وخسر 2 ماتشات مع النادي الاهلي وقدام فيوتشر. كل ده بيديله ضغوط كبيره جدا، وزي ما كابتن عمر قال ان هو غير طريقه اللعب وبيغير كمان اللعيبه اللي موجوده. في لعيبه بتتغير في الملعب، مش هيبقى بمزاجه النهارده زي عبد الله بكري واحمد مودي، الاثنين مش هيبقوا موجودين، وكمان الطرفين اللي هو جابر كامل واحمد الصغيري الاثنين هيتغيروا بشكل كبير جدا عشان ينزل مكانهم عزمي وجومة وجيفرسون. التغييرات اللي هتحصل في التيم ده، في تغييرات بايديه وفي تغييرات مش بايديه، بس هو في الاخر عايز يوصل لاحسن مجموعه يقدر يلعب بيها طبعا. تقدر تحقق له 3 نقاط مهمه جدا وتقدر تنجحه بشكل كبير. هيفقد لعيب مهم جدا النهارده زي شكري نجيب للاصابه في الكتف، طبعا ده من المحطات المهمه جدا بالنسبه لنادي فاركو. انما في الاول في الاخر هو ما قدامهوش بديل غير ان يحط نادي فاركو على طريق الانتصارات، لان النهارده حتى النقطه الواحده ما تنفعوش في ترتيب الجدول الدوري طبعا. هو محتاج 3 نقاط، 3 نقاط مهمه على استاد اسكندريه في ملعبه، فمحتاج ان هو ياخدهم. الناحيه الثانيه كابتن محمد يوسف مثبت التشكيل بشكل كبير جدا، اللي لعب بيهم اخر مباراه قدام حرس الحدود تقريبا هيلعب بنفس التشكيل ما عدا عبد الرحمن شيكا ممكن يلعب مكانه علي حمدي لان شيكا ايقاف، فده التغييره الوحيده اللي ممكن تكون موجوده. انما في الاول في الاخر كابتن محمد يوسف قادر يعمل حاله مع لعيبه طلائع الجيش ناجحه بنسبه 100%، لان لما تيجي تشوف السكواد بتاع لعيبه طلائع الجيش في لعيبه صغيره كتيره جدا 2002 و2003، يعني صحيح. في مجموعه لعيبه صغيره ولعيبه بيديهم الجرأه وبيديهم الشخصيه ان يكون لعيب في الدوري الممتاز، واللعيبه قادره تنجح معاه وقادره تفهم فكره. فكابتن محمد يوسف النهارده بيراهن على زي ما كابتن عمر قال ان محتاج يحسن ترتيبه ويبقى في السابع، فدي نقله طبيعيه ان يكون 15 نقطه النهارده نادي طلائع الجيش، فدي حاجه هتبقى ايجابيه لكابتن محمد يوسف.